خلال الفترة اللي فاتت احنا شايفين من سنة 2017 اما فخامة رئيس الجمهورية اطلق عام المرأة، اهتمام شديد بالمرأة المصرية ورعاية شديدة لها من الدولة، فكان واجب على وزارة الشباب والرياضة، وكان في توجيهات من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالمرأة في كل الجوانب، وكمان اللواء محمد شريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بيها. المبادرة أطلقت في كل مراكز الشباب في اسكندرية في آن واحد. بدأت المبادرة بتعليمهم المنتجات. بعد تعليم المنتجات هنبدأ إن شاء الله يعني يوم الجمعة التعليم خلال هذا الأسبوع بالكامل، هنبتدي يبقى في معارض صغيرة في كافة مراكز الشباب كويس هتتعمل للفتاة والمرأة اللي اتعلموا بعض المنتجات. عظيم. لا لازم يا فندم يكون عندهم بدايات حتى الحرفة أو عارفين عنها بعض الشيء، ولا ممكن يكونوا مش عارفين أي حاجة وإحنا نعلمهم من البداية؟ هم فندم بيبقوا مش عارفين حاجه خالص، وفي ناس بتبقى عارفه كويس. دور المدربه اللي موجوده انها تعلمهم كل حاجه كويس، والتدريب ده تدريب مجاني، بتعلمهم بكل حاجه، وبتعلمهم في الحاجه اللي هم بيحبوها. انت عارف حضرتك ان يعني كل فتاه او امراه بيبقى لها ميل لحاجه محدده. في ناس بتحب انها عايزه اعمل اكسسوارات حتى لو كانت مش هتبيعها، عايزه تعملها لاولادها، فدي بتوفر دخل على بتوفر المصاريف على الاسره. في كمان فتاة أو مرأة بتحب تتعلم لأنها عايزة تعمل تدخل دخل للأسرة. أما يبتدي التعليم وبتبتدي تتعلم وبتبتدي تبقى يعني شبه محترفة في إنها في المهنة اللي هي تعلمتها، بتبتدي نعمل معارض للفتاة والمرأة بتكون كل في كل مراكز الشباب. المعارض دي بتبقى كل يوم خميس وجمعة. المديرية عن طريق مراكز الشباب بتوفر ترابيزات موجودة داخل مراكز الشباب، بتتم بيع منتجات اللي تعلموها لصالح الفتاة والمرأة. يعني هي يبقى خلاص اتعلمت، حطت المنتجات بتاعتها، بدأت تبيع، يبقى بدأت تدخل دخل لها. ده نوع من تشجيعهم على انهم يبتدوا يعملوا يكون عندهم دخل جديد لاسرتهم. بيبتدي بعديها انهم في ناس منهم بدا يبقى عندهم مشاريع صغيره، وبيبتدوا يعملوا مشاريع صغيره وبينجحوا. عندنا كمان من داخل الفتاة والمراه اولادنا ذوي الهمم. اولادنا ذوي الهمم في منهم عندنا فتاه متميزه في اسكندريه عملت مشروع والاقبال عليه جميل جدا، وهي بتشتغل الاكسسوارات ببقها.